الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة 23 من شعبان لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 9 من الشهر 5 لعام 18 و2000. طبعا نحن في ليلة الأربعاء، وقفنا على باب في أحكام العدة من كتاب الصلاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى: باب في أحكام العدة. من آثار الطلاق العدة، ويراد بها التربص المحدود شرعا. التربص الانتظار، التربص الانتظار، لكن هذا انتظار محدود شرعا في حق المطلقة. تنتظر، ما تتزوج برجل آخر ولا يحق لها بذلك، وإنما تبقى على عصمة المطلق الزوج الأول حتى تنقضي عدتها الشرعية. نعم. ودليلها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة. وأما بالنسبة للوفاة فقد قال الله تعالى فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، استفدنا عدة فوائد. فائدة الأولى قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني المطلقة تنتظر، تبقى في العدة على عصمة الزوج الأول حتى تنقضي عدتها. ومدة عدتها قال: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيضات كما فسر ذلك بالسنة. والقروء جمع قرء، جمع مفرده قرء، وفي اللغة يطلق على الطهر والحيض، والطهر والحيض كلمتان متضادتان، الطهر عكس الحيض والحيض عكس الطهر. لكن جاء بالسنة ما يحدد أن المراد بالقروء الحيضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: إنك تجلسين أيام أقرائك، يعني تجلس ما تصلي. إذن القرء هو ماذا؟ الحيض. فالمطلقة تنتظر في عدتها 3 حيضات، ليس 3 شهور، 3 حيضات، لأن بعض النساء قد تحيض بالشهر مرتين، بعض النساء كل شهر نصف مرة، بعض النساء كل شهرين مرة، بعض النساء كل 3 أشهر مرة. العبرة ليست بالأشهر وإنما بالحيضات. فالله جل وعلا يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولم يقل 3 أشهر. ثم قال: واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم. اليائسة يعني التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر سنها، وقد ينقطع تيأس لا لكبر السن وإنما لمرض، ممكن، بل أن بعض النساء قد لا تحيض، يعني ما فيها حيض أصلا. فإذا انقطع وأصبحت يائسة، معنى يائسة ليست من رحمة الله، يعني يائسة أن تحيض وتحمل وتلد لكبر سنها، فلها عدة خاصة، ليست 3 قروء، لأن أصلا ليست من ذوات الحيض. قال: إن ارتبتم، إذا شكيتم في أمرها فجاء الحكم، فعدتهن 3 أشهر. إذن اليائسة عدتها كم؟ 3 أشهر. قال: واللائي لم يحض، لصغر سنها أو لأنها أصلا ما فيها حيض، فهذه كم أيضا؟ عدتها 3 أشهر كاليائسة. قال: وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن. الحوامل عدتها حتى تضع حملها، وهذا الحمل سواء وضعته حيا أو ميتا، كاملا أو ناقصا، متى ما وضعت انقضت العدة. يعني لو طلقها بعد 5 أيام وضعت، خرجت من العدة. لو طلقها بعد نصف يوم وضعت، خرجت من العدة. لو طلقها وسقط الجنين وهي حامل بالشهر 2، 3، 5، ها، تنقضي العدة بوضع الحمل سواء كان حيا أو ميتا، ناقصا، كاملا، تنقضي عدتها. هذا كما يقول الشيخ
يعني عدة المطلقات فارقها في الحياة، يعني هو حي طلقها، لكن إذا توفي الزوج أيضا في عدة. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا بعدهم، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة إيش؟ الوفاة. طيب إذا توفي عنه وهي حامل، وهي حامل فإنها حتى تضع حملها على الراجح وإن كانت عدة وفاة. إذن الحامل عدتها سواء كانت من طلاق أو من وفاة حتى تضع حملها. طيب إذا طلقها قبل الدخول ما لها عدة، لا عدة لها إن كان قبل الدخول. هذا الكلام كله في حق من المدخول بها، واضح؟ طيب قال والدليل من السنة، والدليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجة ولغيره من الأحاديث. نعم. وأما الحكمة في مشروعية العدة فهي استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا. واضح. العدة شرعها الله من الحكمة التي التمسها العلماء، قال استبراء الرحم من الحمل، لأن التي تحيض معناها أنها ليست حبلى، ما هي حامل، وإذاك المرأة إذا حملت انقطع الحيض حتى يعرف أنها حامل أن الحيض انقطع عنها. طيب كذلك فرصة للزوج أن يراجعها مادام في مدة للتفكير ليراجع نفسه، ممكن يراجع أثناء عدتها. نعم. ومن الحكمة أيضا تعظيم عقد النكاح وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق. نعم. وفيها أيضا صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملة، فيما لو كانت المفارقة حاملة. وبالجملة فالعدة حريم للنكاح السابق. نعم. وأما من تلزمها العدة، العدة حريم للنكاح السابق، يعني ما زالت في حرمة للنكاح السابق، ما يجوز أن تتزوج بآخر وهي ما زالت في العدة. نعم. وأما من تلزمها العدة فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. نعم. بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها. طيب لما قال قد خلا بها من باب أولى أنه دخل بها وطأها، بالخلوة تحصل أحكام تستحق المهر كله وعليها عدة، ذاك إذا أغلق عليها أرخى الستار بإمكان أن يطأها، لكن ولو لم يطأها تمت الآن الأحكام المدخول بها، واضح؟ ليس بالضرورة الوطء، بل حتى الخلوة لو طلقها قبل أن يخلو بها لها نصف المهر، لو طلقها بعد أن خلا بها وإن لم يطأها وإن لم يجامع ثم طلقها استحقت المهر كله، لو طلقها قبل أن يخلو بها لا عدة لها أو عليها، لو بعد ما أرخى الستار جلس في غرفة واحدة مغلق عليه وما دخل بها ولكن لكن خلا بها وطلقها عليها عدة، واضح؟ طيب لو مات عنها قبل الدخول عليها عدة، الوفاة عليها عدة حتى لو ما رآها ولا رأته، وهذا يقع عند كثير من الناس، بعض الناس يعقد عقد الزواج حتى ما يرى زوجته لمدة 2-3 لمصالح يريدونها، مثلا يأخذ علاوة زوجية ولا يأخذ بدل أجار ولا مش عارف إيش، المهم يعقد والزواج بعد 2-3، في هذه الفترة كثير من الناس يموتون حوادث وغيرها، صح؟ فيأتي السؤال فلان عقد على فلان ومات الله يرحمه، عليها عدة؟ الجواب نعم عليها عدة. ترثه؟ نعم ترثه، لو ماتت هي في هالفترة يرثها، واضح؟ هي زوجته لكنه ما ذهب ودخل بها، لما عقد خلاص صارت زوجته، فعليها عدة. عدة وفاة ولا طلاق؟ وفاة ولا طلاق؟ وفاة. طلاق ما عليها عدة ما لم يخلو بها. نعم. وأما من فارقها زوجها حيا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها فلا عدة عليها. نعم. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب واضح بقى، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، نكحتم المؤمنات يعني إيش؟
عقدتم عليهن عقد النكاح بدليل قال ثم طلقتم قبل أن تمسوهن، فليس النكاح معناه الوط، قد يعبر عنه عن الوط لكن النكاح مراد به العقد، لأنه قال من قبل أن تمسوهن، إذا قال نكحتوهن قال من قبل أن تمسوهن، فسمى العقد نكاحا مع أنه قبل الدخول قبل أن تمسوهن. قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الشيخ ماذا يقول؟ يقول وأما إن فارق زوجه حيا بطلاق أو غيره، طبعا غيره ما يقصد الوفاة، غيره يعني إيش؟ مخالعة، فسخ، ها يعني افتدت نفسها أو خالعها أو فسخ القاضي العقد بينهما أو طلقه. طيب ومعنى تعتدونها؟ ومعنى تعتدونها أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر. تحصونها، أحسن الله عليكم، أي تحصونها بالأقراء أو الأشهر. ومعنى تمسوهن أي تجامعوهن. فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طلقت قبل الدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب، لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم. نعم، أكثر الناس مسلمين زوجة مسلمات، لكن لو تزوج كتابية يجوز أن تكون عفيفة لقول جل وعلا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فيجوز أن تزوج محصنة كتابية يهودية أو نصرانية. طيب لو طلقها أيضا عليها العدة كعدة المسلمات. نعم. أما المفارقة بالوفاة فتعتد مطلقا سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعدها. لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يرد ما يخصصها. واضح، واضح جدا. ها طيب، وأما أنواع المعتدات فهن على سبيل الإجمال ست. لكن ما معنى ولم يرد تخصيصها؟ أي لم يرد تخصيص الآية، لم يرد تخصيص الآية، بينما آية والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء جاء تخصيصها. تخصيصها أين؟ في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذه الآية قيدت تلك الآية، قيدتها تلك الآية والمطلقات، يعني كل المطلقات، لكن ذات هذه قيدتها، قالت إلا إيش؟ الغير مدخول بها، ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بينما قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتوفون منكم مات الزوج ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ما جاءت آية تقيدها قال إيش مثلا ما لم يدخل بها أو ما لم تمسهن، لا، فهذا تبقى على على إطلاقها. وأما أنواع المعتدات، وأما أنواع المعتدات فهن على سبيل الإجمال ست: الحامل والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة، والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه، وامرأة المفقود، وهاك بيان ذلك على التفصيل. طيب، ما هذه الكلمات كلها واضحة؟ الحائل عكس الحامل، والحامل وقعنا حامل وقعنا إيش؟ حبلة. الحبلة والحامل شيء واحد، والحائل التي إيش؟ ليست بحامل. واضح؟ طيب، المرأة يقال عنها حامل وحائض ومرضع مع أنها أنثى، لم يقال عنها إيش؟ حاملة، صح؟ حائضة، وقال عنها حائض وحامل. السبب قال لأن هذا خاص بالنساء، الرجل ما يحمل ولا يحيض، فيقال على المرأة حامل ولا يقال حاملة، يقال حائض ولا يقال حائضة، أو على الأقل الأغلب يقال هكذا حامل وحائض ومرضع. واضح؟ طيب، فالحامل تعتد بوضع الحمل سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت. نعم، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا أسهل شيء، الآن عرفنا الحامل حتى تضع حملها، العدة عدة الحامل، سواء كانت العدة من طلاق أو من وفاة، واضح؟ حتى تضع حملها. نعم، كمل. فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها سواء كانت متوفا عنها أو مفارقة في الحياة. وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين
لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل. طيب ما معنى أبعد الأجلين؟ يعني امرأة حامل بالشهر الثاني وتوفي زوجها، توفي زوجها، كم باقي حتى تضع إذا الحمل يعني كالمعتاد؟ باقي 7 أشهر، واضح؟ فلو اعتدت وفاة أو زوجة المتوفى عن المتوفى ب4 أشهر و10 أيام راح تكون أقل من مدة الحمل، صح؟ صح؟ كم باقي على ما تضع؟ 7 أشهر، بينما 4 أشهر و10 أيام هذه أقل، فتعتمد ماذا؟ أبعد الأجلين، تعتمد حتى تضع حملها ولا 4 أشهر و10 أيام؟ حتى تضع حمل. طيب اعكس، المرأة في الشهر السابع بعد شهرين تضع، فلو وضعت بعد شهرين يعني اعتدت كم؟ شهرين، وعدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، فماذا تعتمد؟ أبعد الأجلين، يعني تعتمد حينئذ بالمدة ولا بالحمل؟ بالمدة، لأن مدة الحمل شهرين، لكن بينما هي تبقى 4 أشهر و10 أيام. هذا كان خلاف بين بعض الصحابة، ثم استقر الأمر وبانت السنة وجاءت الحديث أن الحامل تعتد بوضع حملها أن بغى يوم حتى لو يوم، متى ما وضعت، قد تكون ما تضع إلا بعد 9 أشهر، يمكن المرأة حبلة بالأسبوع الأول ومات الزوج، تبقى 9 أشهر حتى تضع، أو ممكن يموت وهي في الشهر التاسع، صح؟ فبعد كم يوم تخرج من العدة، هذا هو المعتمد الذي جاءت به السنة وقضت على هذا الخلاف، واضح؟ طيب أبعد الأجلين، واضح المعنى أبعد الأجلين؟ طيب تفضل كمل. لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، فأما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة فإنها لا تنقضي بها العدة. الشيخ الآن فائدنا هالفائدة، يعني لو أنها وضعت في الأشهر الأولى في الأيام الأولى هذا ما هو حمل، لابد أن تكون إيش؟ بعد ما يتبين فيه الخلق، يعني يظهر له رأس وأطراف وسقط، وهذا عادة يكون بعد 80 يوم أو 84 يوم حتى يطلع الأطراف ورأس وبين خلق الإنسان. فمعنى هذا لو أسقطت قبل ذلك مضغة قطعة لحم، هذه تعتد بإيش؟ عدة عادية 4 أشهر و10 أيام. نعم. وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، فإن لم يلحق هذا الحمل الزوج المفارقة لكون هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي، أو تكون قد ولدته لدون 6 أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود، فإنها لا تنقضي عدتها به منه لعدم لحوقه به. إذا لا يمكن أن يكون هذا الولد زوج لهذا أن يكون هذا المولود زوج لهذا عفوا مو زوج أن يكون هذا المولود ولد لهذا الزوج، لا يمكن، أصلا الزوج صغير ما بلغ، ممكن أن يزوج الصغير قبل البلوغ، أو أن الزوج أصلا مريض عنين أو مجبوب أو مخصي، صح؟ فمثل هذا ما أصلا ما تحمل من زوجته، أو أنها وضعت الحمل قبل 6 أشهر، معنى هذا من رجل آخر ليس من الزوج، فإذا كان الزوج مثله لا يولد له فلا يمكن أن نلحق هذا الجنين اللي في بطنها المرأة له، فهذه ما تعتد بوضع هذا الجنين الذي وضعته ما دام لا يمكن أن يلحق بالزوج المفارق، واضح؟ طيب. وأقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هكذا حسبت، ربنا جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين كم؟ 24 شهر، من 30 يعني بقى 6 أشهر، قال إذن أقل مدة الحمل 6 أشهر. نعم. فإذا أسقطنا مدة الرضاع وهي حولان أي 24 شهرا من 30 شهرا يبقى 6 أشهر وهي أقل مدة الحمل، وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها. نعم. وأما أكثر مدة الحمل فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فيه إلى الوجود. قال الموفق بن قدامة
ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد لخمس سنين وأكثر. نعم. وغالب مدة الحمل 9 أشهر لأن غالب النساء يلدن فيها فاعتبر ذلك. نعم. هذا وللحمل حرمة في الشريعة الإسلامية فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به، وإذا سقط ميتا بعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه وجبت فيه الدية والكفارة. وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه. واضح كلام جميل. كمل. كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون وتجعل لهم حرمة، فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم آمين. طيب. والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل تعتد 4 أشهر و10 أيام سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا، وذلك لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال العلامة ابن القيم عدة الوفاة واجبة بالموت دخل أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة استبراء الرحم ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. انتهى. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملة 4 أشهر و10. انتهى. والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. قال الموفق بن قدامة في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، وإلا فظاهر الآية العموم. هذا ولعدة الوفاة أحكام تختص بها، فمن أحكامها أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فلا يجوز لها أن تتحول عنه إلا لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي في بيتك، وفي لفظ اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك، وفي لفظ حيث أتاك الخبر، رواه أهل السنن. فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره، فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرا، أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته، فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. هذا واضح، تعتد في بيت الزوجية إلا إذا كان في عذر أو مثلا ضرورة أو حاجة ضرورية، قد تكون ما تستطيع تبقى في البيت وحدها، قد تكون صغيرة، قد يكون البيت متطرف، قد تعجز عن القيام بحاجاتها، فممكن تنتقل بيت أهلها أو بيت أهل الزوج أو بيت أقرب منه حسب الظروف. نعم. ويجوز للمعتد هذا كله إيش؟ عدة الوفاة ليس عدة الطلاق، لأن بعض الناس يسأل يقول مطلقة تخرج إعادة مطلقة تخرج ترجع بس ما تترك البيت، لكن لو خرجت لحاجة ما في بأس، هذه المعتدة عدة وفاة تبقى في بيت الزوجية. نعم. ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتأوب كل امرأة إلى بيتها، يعني ترجع كهذا. طبعا هذا حصل يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد، أن قتل مجموعة من الرجال وعندهم أزواج، فكنا يجتمعنا يعني في بيت واحدة مثلا، وعند النوم ينصرفنا كل واحد إلى بيته. نعم. ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة والإحداد، اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. طيب،
تجتنب ما يدعو إلى جماعها، يعني ما تلبس ملابس زينة، ما تتعطر، ما تضع حنة، يعني الأمور التي إيش تجذب الرجال، احترام للزوج، تتجنب هذا كله. لا بأس أن تلبس جديدا، لكن كالملابس المعتادة، ليست ملابس أفراح ومناسبات، هذا حتى لو قديم ما تلبسه، إنما لو لبست جديدا لأن أكثر السؤال عن هذا. لا بأس تنظر إلى المرآة، لا بأس تغتسل، لا بأس تمتشط، لا بأس. بعض النساء بعض الناس عندهم أحكام غريبة عجيبة، ما تنظر إلى القمر ولا تنظر إلى المرآة ولا مش عارف إيش، هذا مو صحيح، لا دليل عليه. نعم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبة ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع. الحمد لله. نعم. ولما كانت مصيبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، يعني لغير الزوجة، وهو 3 أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، وما زاد على 3 فمفسدته راجحة فمنع منها. نعم. المرأة ما تعتد أكثر من 3 أيام بلياليها إلا زوجة على زوجها، لو كانت أم أو أخت أو عمة أو خالة. يعني الآن بعض الناس لا يؤمن هذا، عندهم واحد بالعائلة قد توفاها الله عز وجل، يبقون سنة ما يجتمعون ولا تزينون ولا يفرحون. لماذا؟ والله عند حالة وفاة. ما يجوز حالة وفاة، فقط المرأة الزوجة هي التي تعتد 4 أشهر و10 أيام. نعم. والمقصود أنه أباح للنساء الإحداد على موتاهن 3 أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها. وأما الحامل فإذا انقضى حملها سقط وجوب الإحداد، وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما. نعم. إلى أن قال: وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن قبل بلوغ الكتاب أجله، يعني انقضاء العدة. نعم. قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. فيجب على المعتدة من الوفاة في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه، وتتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه وهو كل ما يسمى طيبة، وتجتنب الزينة في الثياب فلا تلبس الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها، فتجتنب كل ذلك مدة العدة. إذا كان فيه صوابين أو شوامب فيها بعض العطورات ريحة، هذا ليس بعطر، حتى في عرف الناس لا، ما هو عطر. واضح؟ العطر اللي هو معروف عند الناس أنه اسمه عطر. نعم. وليس للإحداد لباس خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة. ليس أفضل تلبس أسود ولا ألوان يعني غامقة، تلبس ما هو معتاد لكن ما تتزين. نعم. وإذا خرجت من العدة لم يلزمها أن تفعل شيئا أو تقول شيئا كما يظنه بعض العوام. صحيح، بعض العوام وإن كان الآن الحمد لله في بلادنا هذه قد لا يوجد، يعني غمضون عينها حتى تذهب إلى مكان بعيد ولازم تشوف لها أول شيء حيوان ميت مش عارف إيش، ما تفتح، لأن إذا فتحت عينها على رجل ممكن يموت، يعني خرافات كثيرة، هذا الأفعال كلها ما أنزل الله سلطان. نعم.
وعدة الآيسة 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. والمطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها 3 قروء أي 3 حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت. وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. ولا بد أن تكون الحيض كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت فيها، فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها. نعم. وإن كانت المطلقة أمة اعتدت بحيضتين لما روي قرء الأمة حيضتان، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة لكن الحيض لا يتبعض فصارت حيضتين. وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبر ما في حيضة ونص فتبقى الأمة تعتد بحيضتين. نعم. وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد بثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. قال الإمام موفق الدين بن قدامة وغيره أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض 3 أشهر، ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة 3 أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد فعدتها 2 شهر لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض 2، وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها 1 شهر ونصف. ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة 3 أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحضن. يعني ممكن تبلغ لكن ما تحيض، إذا بلغت 15 سنة حتى لو لم يتحيض فتعد إيش؟ تعتبر بالغة. نعم. وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد فعدتها 2 لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضة. أم الولد اللي مملوكة، المملوكة التي وضعت ولدا، والولد يعني غلام أو جارية تسمى أم ولد، ليس المراد أم ولد أي امرأة لها ولد، لا، هذا لقب خاص للمملوكة، إذا ولدت لا أحكام، ما عاد تباع ولا تورث لأن إيش أنجبت من سيدها، بمجرد وفاة سيدها تكون حرة، هذا معنى أم ولد. نعم. وإن كانت المطلقة الآيسة والصغيرة أم ولد فعدتها لقول عمر رضي الله عنه وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد فعدتها 2 لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض 2، وذلك لأن الأشهر بدل من القروء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها 1.5، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض 3 أشهر، فتكون عدة الأمة الآيسة 1.5 شهر. طيب استمر. وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر فهذه لها حالة، كانت لكبر يقال عن إيش؟ يائسة صح، لكن هذا انقطع لمرض مثلا فهذه لها حالتان. الحالة الأولى أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها، فهذه عدتها 9 أشهر للحمل و3 أشهر للعدة، أي عدة الآيسة. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله
هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه. ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت التسعة الأشهر دلت على براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة 3 أشهر، فيكون المجموع 12 شهرا، وبها يحصل العلم ببراءة رحم ببراءة رحمها من الحمل والحيض. تمام. الحالة الثانية أن تعلم السبب الذي به ارتفع حيضها كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض، فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإن عاد الحيض بعد زواله اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما المستحاضة فلها حالات: الحالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها، فهذه تنقضي. أما المستحاضة، المستحاضة غير الحائض، المستحاضة عرق يعني ينزف بشكل مستمر ليس له وقت محدود. الحيض حتى يسمى العادة، لماذا العادة؟ لأن عادة يأتي بالوقت نفسه، بعض النساء أول الشهر، بعض النساء نصف الشهر، بعض النساء آخر الشهر، بعض النساء كل شهرين مرة، يعني نفس الموعد تأتي. لكن المستحاضة نزيف كرعاف الأنف ينزل بشكل مستمر، واضح؟ فتسمى هذا المستحاضة. المستحاضة حكم حكم الطاهرات، يعني تصلي وتصوم وطاها زوجها وتطوف بالبيت وتمس المصحف وتطلق، تعتبر طاهرة. الحائض لا، لا أحكام أخرى. نعم. فهنا قال وأما المستحاضة فلها حالات. نعم. الحالة الأولى أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة وتعرف وقتها، فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار 3 حيض حسب أيام عادتها. يعني امرأة كانت معتادة 5 أيام من كل بداية شهر، ثم أصيبت بالاستحاضة النزيف هذا المستمر، فهي تبقى الآن حكم الطاهرات أول الشهر 5 أيام كما كانت معتادة، تتوقف عن الصلاة عن الصيام. كذلك إذا كانت مطلقة تعتبر 5 أيام هذه إيش؟ حيضة، 3 حيضات الأيام اللي كانت اعتادتها تمسك عن الصلاة فيها قبل أن تصاب بإيش؟ بالاستحاضة. هاي الحالة الأولى. نعم. الحالة الثانية أن تنسى أيام عادتها ولكن يكون دمها متميزة. نعم. فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به إن صلح أن يكون حيضا. هنا بعض النساء إما تكون نست عادتها بأي فترة من الشهر، أو تكون أصلا عادتها غير منتظمة، تارة تأتي أول الشهر، تارة نصف الشهر، تارة تأخر، تارة تتقدم، في نساء هكذا، لكن عندها قدرة على التميز، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض هو أسود نتن غليظ، دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة له مثل رائحة الدم، لكن بعض النساء يختلط عليها، يعني ما تستطيع تميز بين هذا الدم وهذا الدم، فيسمى هذا غير مميز. إذا كانت تميز ففترة دم الحيض تعتد بها أنها مثلا لا تصلي ولا تصوم ولا تطلق زوجها ولا يطلقها فيه، وإذا طلقت تعتبر هذه فترة الدم المميز إيش؟ حيضة، فتبقى 3 حيضات. واضح؟ هذه التي نسيت الأيام أو ما تعرف، لكن تعرف تميز بين الدم هذا والدم هذا. نعم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن تنسى عادتها وليس لها تمييز يعتبر، فهذه تعتد عدة الآيسة 3 أشهر. واضح؟ هذه لا تستطيع تميز بين الدم هذا والدم هذا، وليس لها عادة قد اعتادتها تعرفها تحفظها، فتعتد عدة اليائسة 3 أشهر. نعم. ومن الأحكام المتعلقة بالعدة مسألة خطبة المعتدة، فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتهما. ما يجوز يصرح خطبها خاطب. نعم. كقوله أريد أن أتزوجك ونحوه. نعم. دون التعريض، كان يقول لها إني في مثلك لراغب، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ما يصرح لكن ممكن يعرض، واضح؟ التعريض له أساليب. كان يقول مثلا عاد أنا هذه المواصفات الزوج اللي أبحث عنها، ها
من زمان أنا أبحث عن واحدة بهذا العمر، من زمان أبحث عن واحدة مدرسة وهي مدرسة. هذا اسمه إيش؟ تعريض. أما أخطبها رسميا أنت أريد الزواج منك أو يقول لوليها أريد الزواج منها، هذا لا يجوز أثناء عدتها. نعم. ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا، لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. ويحرم ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ويباح الرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث، يعني بينونة صغرى وهي طلق الطلقة الأولى تعتد تخرج من العدة، يعني خرجت من العدة، واضح؟ فممكن يخطبها من أبانها دون الثلاث. نعم. ومن طلقها طلاقا رجعيا تصريحا وتعريضا، لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث وأن يراجع مطلقته الرجعية ما دامت في عدتها. نعم. وأما زوجة المفقود وهو من انقطع خبره فلم تعلم، هذه آخر حالة في العدد، زوجة المفقود. نعم. وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي تكون كافية. كيف يعني يضربها؟ يعني حددها القاضي. نعم. نعم. في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه وتبقى في عصمته في تلك المدة، لأن الأصل حياته. فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. نعم. قال الإمام ابن القيم: أما زوجة المفقود، طبعا المفقود له أسباب، قد يكون سجن في سجن لا نعلم أين هو، قد يكون مثلا انقلبت سفينة في البحر وهو عليها، قد يكون ذهب أسيرا، واضح؟ أو في صحراء مفقود ما في خبر عنه. قال: وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته، فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبره في مدة يضربها القاضي. رفعت نفس القاضي ولا الزوج راح ما رجع، أين ذهب؟ أين قال لكم؟ وهو ركب سفينة وجاء خبر أن السفينة هذه غرقت، نجا ناس وناس مفقودين. يغلب على ظن القاضي أنه معقول مدة كل أحد لأن يسبح يحدده. فإذا انقضت عدة التي ضربها القاضي، شو يصير؟ قال: مدة يضرب بها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، يعني ما يضع مثلا فترة يسيرة ممكن ينجو فيها، لكن فترة طويلة يضربها. وتبقى في عصمته في تلك المدة، تعتبر حد الآن في عصمته، لأن الأصل حياته، لأنه كان حي والموت شيء طارئ. فإذا تمت مدة انتظار مضروبة حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. طيب لو أن بعد فترة تبين أنه قد توفي، وقد حصل هذا في الكويت لما احتلت العراق الكويت، ذهب ناس لا خبر، بعد سنوات وجدوا رفاتهم عن طريق علم الحديث، عرف أنه هذا رفاتها لفلان، أخذوا من عينة من أقربائه من أخيه من أبيه، وجدوا الرفات تنطبق أن قال هذا فلان. طيب هذا كم صلى 3 4 5 سنوات متوفى، هل تعتد ولا تعتبر العدة قد انتهت؟ عدته متى تبدأ؟ من وفاته، تبين هذا قد توفى قبل 4 سنوات، عدتها إيش؟ قد انقضت، ما تعتد، واضح؟ طيب لكن لو حكم القاضي أن انتظروا مدة سنة، انتظروا سنة وما رجع ما في خبر، فبعد المدة التي حكم على القاضي تبدأ هنا عدتها. نعم. قال الإمام ابن القيم: حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، 5 من الصحابة أمروها أن تتربص. نعم. قال ابن القيم: قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصواب. انتهى. نعم. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج،
طيب ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد ثياب الوفاة. نعم. فإن تزوجت وقدم زوجها الأول فالصحيح أنه يخير بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني ويأخذ صداقه سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله. هو يخير، تريد يعني يتركها الزوج ترجع لك ولا تتركها مع الزوج؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا. ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد. ثم قال: والتخير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. انتهى. ما تركوا شيء العلماء. نعم. باب الاستبراء. الاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع. نعم. فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، لقوله صلى الله عليه وسلم. قبل استبرائها يعني قبل التحقق إيش أن رحمها ليس فيه حمل من سيدها الأول أو من زوجها، لأن إذا أخذها سبي قتلوا الزوج الكافر وأخذوا زوجته وصارت من نصيب واحد من المجاهدين، فإنها تستبرأ ما يطأها مباشرة حتى تأكد أن إيش خلو رحمه من الحمل من زوجها الأول. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وفي حديث آخر رواه أبو داود: طبعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء زرع غيره، ماءه زرع غيره يعني إيش؟ يعني ما يطأ امرأة زوجة لغيره، مش معنى ما يأخذ الماء ويسقي زرع الجار. نعم. وفي حديث آخر رواه أبو داود: لا توطأ حامل حتى تضع. واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وغير الحامل إن كانت تحيض فاستبراؤها بحيضة، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أو طاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. نعم. رواه أحمد وأبو داود. فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات. وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة فتستبرأان بمضي شهر لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة. والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها يبينها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب. والله أعلم. بارك الله فيك، وصلى الله على محمد وعلى صحبه أجمعين.